السلام معكم من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب كرازة يوحنا. وكان في الفريسيين رجل اسمه نيقوديموس، وكان من رؤساء اليهود. فجاء إلى يسوع ليلا وقال له: رابي، نحن نعلم أنك جئت من لدن الله معلما، فما من أحد يستطيع أن يأتي بتلك الآيات التي تأتي بها أنت إلا إذا كان الله معه. فأجابه يسوع: الحق الحق أقول لك، ما من أحد يمكنه أن يرى ملكوت الله إلا إذا ولد من علو. قال له نيقوديموس: كيف يمكن الإنسان أن يولد وهو شيخ كبير؟ أيستطيع أن يعود إلى بطن أمه ويولد؟ أجاب يسوع: الحق الحق أقول لك، ما من أحد يمكنه أن يدخل ملكوت الله إلا إذا ولد من الماء والروح. فمولود الجسد يكون جسداً، ومولود الروح يكون روحاً. لا تعجب من قولي لك: يجب عليكم أن تولدوا من علو. فالريح تهب حيث تشاء، فتسمع صوتها، ولكنك لا تدري من أين تأتي وإلى أين تذهب. تلك حالة كل مولود الروح. أجابه نيقوديموس: كيف يكون هذا؟ أجاب يسوع: أأنت معلم في إسرائيل وتجهل هذه الأشياء؟ الحق الحق أقول لك، إننا نتكلم بما نعلم ونشهد بما رأينا، ولكنكم لا تقبلون شهادتنا. فإذا كنتم لا تؤمنون عندما أكلمكم في أمور الأرض، فكيف تؤمنون إذا كلمتكم في أمور السماء؟ فما من أحد يصعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، وهو ابن الإنسان. وكما رفع موسى الحية في البرية، فكذلك يجب أن يرفع ابن الإنسان لتكون به الحياة الأبدية لكل من يؤمن. فإن الله أحب العالم حتى إنه جاد بابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. فإن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم، بل ليخلص به العالم. من آمن به لا يدان، ومن لم يؤمن به فقد دين منذ الآن، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وإنما الدينونة هي أن النور جاء إلى العالم، ففضل الناس الظلام على النور لأن أعمالهم كانت سيئة. فكل من يعمل السيئات يبغض النور فلا يقبل إلى النور لئلا تفضح أعماله. وأما الذي يعمل للحق فيقبل إلى النور لتظهر أعماله وقد صنعت في الله. والمجد لله دائما، والرب يبارك عليكم. المجد. أكو علاقة بين القراءة الأولى بخصوص ديانة هذول الناس اللي يصدقون، اللي يؤمنون بالفنجان، بالسحر، بالشعوذة. مع الأسف كثير من الناس المتدينين بالعالم غشم، غشيمين، يعني يتصورون بأن الديانة هي تصديق لأشياء غيبية من فوق، في حين الديانة غايتها أن تكشف لنا المعنى، معنى كل شيء، كل شيء بينه معنى، والمعنى طبقات.
المعنى آيات علامات. يوحنا كل إنجيله يريد يكشف لنا أنه مو شرط شخص فاهم مثل نيقوديموس مثقف بالنسبة لليهود، بس ممكن بالنسبة للمسيحيين، بالنسبة لنا طفل يفهم أكثر منه. حتى يسوع راح يقول أخفيت هذا عن الحكماء وكشفته للصغار، بحيث نحن بالعربي نقول عن شخص يفتهم مفتح باللبن، يعني من حليب أمه هو مفتح، يشوف الأشياء، يفهم الأشياء، ما يفكر بطريقة غيبية، ما يفكر بطريقة المشعوذين، ما يصدق أش ما يقولوا له، بالعكس من يسمع يهضم، ما يبلع مثل ما نأمل بالأكل. إحنا كل أكل نأكله لازم نهضمه، ما يصير نبلع، البلع خطر. ولهذا الديانات تغرق الناس لأن ما تساعدهم أن يكبرون. المسيح كل طريقه يساعدنا أن نكبر. ولهذا في حديثه مع نيقوديموس، هذا الحديث المهم جدا، يعطينا يسوع درس في الفهم، خاصة في قصة الحية اللي رفع موسى في البرية. هذه الحية كانوا تعظم حيايا، فالله قال له لموسى ارفع على سارية حية من نحاس، وكل من ينظر، الملدوغ اللي ينظر إلى الحية يشفى. ما كنا ممكن أن نفهم هذا الحدث، لأن إحنا نعرف أنه الله منع موسى أن يسوي أصنام، هل معناته هذه الحية هي صنم؟ بالحقيقة الحية هي علامة، ويسوع راح يقرأ هذه العلامة على نفسه، مثل ما موسى رفع هذه العلامة في البرية وكل من ينظر إلى يشفى. هالشكل راح يفسر الكتاب نفسه. ولهذا كثير مرات إحنا من نقرأ الكتاب المقدس، اللي عاشر الكتاب ويقرانه كثير في حياته ويتغذى منه راح يفهم الآيات، أكو بيناتها علاقة. وهذا ما أملونه الرسل والتلاميذ لما كان يقولون كما في الكتب، يعني الكتب تفسر الكتب وتفهمنا. إيش تفهمنا؟ تفهمنا بأنه أكو شيء خارج عنا، هو الصليب، صليب يسوع. خلفي أكو صليب كبير، هو عبارة عن خطين متقاطعين، هو رمز، هو معنى. هذا الصليب راح يصير علامة للمسيحيين، يلبسونه على صدرهم، يعملونه على نفسهم إشارة صليب، وهالشكل في عشرة الصليب شوية شوية راح يدخل المعنى في حياتهم. هذا المعنى ما هو شيء سحري، ما هو فرد شيء غيبي، ما هو فرد شيء يقول منجم أو يقول ساحر أو يقول فتح فال، لا، بالعكس معناته صليبك، صليبك، الألم عاجلا أو آجلا رح يجي، الألم، الشيخوخة، الموت، ثلاث صلبان تدخل في حياة كل واحد من عندنا. إذن عندما نعمل إشارة الصليب، عندما نشوف الصليب كعلامة، لا ننسى صليبنا. ويسوع يقول لكل واحد من عندنا ولكل واحد احمل صليبك واتبعني. ولهذا راح نتدرب كل قداس في علامات اللي نعيشها، كل شيء حولنا هو علامات، هذه العلامات شوية شوية تتغلغل. مع الأسف أكو ناس منهم صغار مفتحين باللبن يفهمون يلقفوها وهي طائرة، وأكو ناس
تمر السنين وتجي وتروح وهو مغمض، هو ما كان افتهم ولا شيء من حياته. مع الأسف هذول الناس أهملوا نفسهم. يقول له يسوع لنيقوديموس: أنت معلم في إسرائيل وهذا الشيء ما تعرفه، إيش وقت راح تتعلم؟ ولهذا مولود الجسد هو جسد. يعني هذول يعتمدوا أن ولدنا نحن مسيحيين، وعمي كان شماس، وفلان كان قرايبي، وفلان قس، وفلان مطران. أنت منو؟ أنت أش تعلمت؟ أنت أش قريت؟ أنت بيش تثقفت؟ إحنا متى كل عدنا قرايب وعمك خالك؟ اللي ياكل عدنا هو اللي ينال الروح القدس. من نجي للكنيسة حتى ننال الروح القدس، حتى تنفتح أذهاننا وعيوننا وقلوبنا إلى هذا المعنى. ولهذا كثير من الناس يجون من الشرق والغرب ويفهمون، يعني الدول اللي كانت متوحشة قبل 100 سنة في أفريقيا صاروا مسيحيين وسبقونا، وإحنا اللي صار لنا 2000 سنة بعدنا نراوح في مكاننا. مع الأسف كثير من عدنا. ليش؟ لأنه إحنا نعتبر ولدنا مسيحيين وودونا للكنيسة وتناولنا تناول الأول ودرسنا مدرسة الماسيرات وإلى آخره. هذا الحكي شعوذة، هذا الحكي ما يأكل. الناس اللي يهملون نفسهم ما يبنون حياتهم رح يجي يوم يستيقظون أنه هيم كن ضيعوا المشوتين، لا هو بالجسد فاهم ولا هو بالروح فاهم. بالحقيقة الصليب هو المعنى، هو المعنى في حياتنا. ماكو شيء بدون جهد، بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي. يعني لازم شوية نتعب على إيماننا. ولهذا في هذه الأيام اللي راح تجي غدا الاثنين والأيام الجاية هي البعوثة، راح أدعوكم إلى أن تأخذون شوية من وقتكم حتى تشاركون في هذه المسيرة، حتى الروح القدس يفتح عيوننا على صليبنا. وصدقوني اللي يستعد للألم يخف علينا الألم، واللي يفكر بالموت يخف علينا الموت، واللي يحمل الصليب راح يكتشف معنى القيامة. أتمنى لكم أحد مبارك، وحبوب الروح القدس على كل واحد وكل واحدة من عندنا، فيفتح عيوننا ويكشف لنا حقائق قبل فوات الأوان. آمين.